الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. تسع حروب أعلنت من أجل الحب. المفارقة الغريبة هي أن تشن حروب بداعي الحب، لكن قوة المشاعر التي تتملك الرجل عندما يقع في الحب جعلته على مر التاريخ يتخذ أفعالا غير منطقية تصل إلى درجة الحرب. ونشير هنا إلى أن الحب الذي نقصده في هذا المقال لا يقتصر فقط على الحب الشهواني بين الرجل والمرأة، بل الحب في تعريفه الواسع والشامل، مثل حب القائد أو حب معشوق الشعب الذي تعرض للظلم. والقصد في الحرب في المقال هو أي عمل عسكري، سواء كان حربا شاملة أو معركة داخل حرب أو مجرد تفاعل عسكري لمجموعة رجال حركتهم قلوبهم. وفي مقالنا سنسرد أهم الحروب التي قامت بذريعة الحب ونرتبها لكم من المهم إلى الأهم. تاسعا، القتال من أجل نساء السابين. بدأ الصراع على نساء السابين بسبب الرغبة في الحب وانتهى باسم الحب. قام رومولوس والعديد من أتباعه الذكور بتأسيس مدينة روما حوالي عام 750 قبل الميلاد، لكنه سرعان ما وقع في حيرة كبيرة بسبب النقص الهائل في عدد النساء. وهنا أدرك بأنه لن تقوم للمدينة قائمة بدون جلب زوجات لرجاله ليشكلوا عائلات، فقام بنشر دعاية في المدن القريبة يعلن فيها أن روما مليئة برجال أصحاء ومتعافين ومستعدين للزواج، لكن جيرانهم رفضوا تزويج بناتهم، مما اضطر الرومان لاتخاذ خطوات ماكرة، فأعلنوا بين جيرانهم عن مهرجان ضخم سيقام في روما، وأرسلوا الدعوات إلى سكان المدينة القريبة. وبالفعل حضر الكثيرون من قبيلة السابين لمشاهدة العروض، وعندما أشار رومولوس إلى جنوده انقضوا ليختطفوا النساء العازبات من أهاليهم، مما أصاب الناس بالرعب، ففر الرجال وزوجاتهم هاربين. وأعلن الرومان أن نساء السابين المختطفات أصبحن زوجاتهم. تجمعت قبيلة السابين وأقسمت على تحرير بناتها المختطفات، وأعدت لذلك جيشا زحف نحو روما، وكان الرومان المدججون بالسلاح مستعدين للدفاع عن زوجاتهم الجدد. وهنا اندفعت نساء السابين المختطفات واللواتي وقعن في حب الرومان الذين تزوجوهن ليقفن بين الجيشين بين آبائهن وأزواجهن الجدد، وكان الطرفان صادقين بحبهم فألقوا بالأسلحة وتصالحوا دون وفيات في ذلك اليوم، بل بنيت روما العظيمة. ثامنا، حب إكيني الكلت. تنادي الشعوب بحب قائدها، لكن دخول الحرب من أجله هو الفيصل الحقيقي بين القول والفعل. إن حب شعب الإكيني كلت للملكة بوديكا جعلته يعلن الثورة على الإمبراطورية الرومانية. كانت ثورة شرسة، فقد أوقعت آلاف القتلى من الرومان وحلفائهم البريطانيين. توفي براسوتاغوس زعيم الإكيني وزوج بوديكا في عام 61 للميلاد بدون وريث ذكر، فقسم ثروته بين ابنتيه وبين نيرون الإمبراطور الروماني، متأملا أن تحوز عائلته على تفضيل الإمبراطور. لكن الغطرسة الرومانية جعلتهم يقدمون على اغتصاب الفتاتين وضرب بوديكا علنا أمام جموع الناس. ثار الإكيني خلف ملكته بوديكا ضد الرومان، واقتحموا مستوطناتهم في إنجلترا وهزموهم في الكثير من الوقائع.
ويقال أنهم كادوا أن يكملوا سيطرتهم على إنجلترا خلال سنتين من الحروب. في نهاية المطاف استعاد الرومان زمام المبادرة وهزموا الإكيني وأسروا الملكة بوديكا. سابعاً، الانتقام من أجل محبوب الوطن. كان الجنرال جورج جوردون قائداً محبوباً لدى جمهور شعبه، حيث خدم جيش بلاده بشرف في مناطق عديدة من العالم، حتى عرف بجورج الصيني لمآثره في آسيا. أرسل عام 1884 للميلاد إلى السودان بغرض إجراء انسحاب منظم للقوات البريطانية والمصرية هناك، والتي كانت تتعرض لضغط من الثورة الشعبية ضدها. نجح القائد بإجلاء الكثير، لكنه تعرض مع قواته المتبقية في الخرطوم للمحاصرة من قبل الثوار السودانيين بزعامة قائدهم محمد المهدي. أرسلت القوات البريطانية قوارب صغيرة لإجلاء الجنرال جوردون، لكنه رفض أن يترك جنوده وآثر البقاء معهم حتى الرمق الأخير. سارع البريطانيون بإرسال التعزيزات لفك الحصار عن جوردون وجنوده، وبالفعل وصلت في كانون الثاني من عام 1885 بعثة عسكرية إلى الخرطوم، لكن ذلك بعد يومين من سقوط المدينة ومقتل جوردون الذي استبسل في قتال محاصريه. دب الحزن والغضب في شوارع إنجلترا لمقتل جوردون، حتى جرت الملكة فيكتوريا عام 1896 حملة عسكرية لاستعادة السودان، وبعدها بعامين كانت القوات البريطانية تشتبك بالفعل مع أنصار المهدي السوداني لتحقق النصر. وبالتأكيد لا مقارنة بين أعداد الضحايا بين الحملة البريطانية وبين جنود جوردون المحاصرين، لكن ذلك يحمل بعض الشفاء للأمة الحزينة على فقيدها المحبوب الجنرال جوردون. سادساً، لانسلوت والملك آرثر. نذكر من حكايات الملك آرثر الأسطورية زوجته الملكة غوينيفير الجميلة، التي خانت زوجها بعدما انجذبت لأحد فرسان المملكة الشجعان سير لانسلوت. كان لانسلوت فارسا نبيلا محبا لملكته، لكن تسلل حب ملكته غوينيفير إلى قلبه فوقع في الزنا. وعندما كشف أمر هذه العلاقة اندلعت الحرب بين الملك آرثر والسير لانسلوت. خامساً، المغازلة القاسية. المغازلة القاسية هي حرب اندلعت بين إنجلترا واسكتلندا من كانون الأول عام 1543 إلى آذار من عام 1551. كان الإنجليز يشعرون بأن القوى الكاثوليكية بدأت بمحاصرتهم، وأن التحالف المريب بين فرنسا واسكتلندا قد يجعل الأخيرة نقطة انطلاق لأي غزو فرنسي مستقبلي. ومن أجل كسب تحالف مهم، تقدم الملك الإنجليزي هنري الثامن بطلب يد الملكة الإسكتلندية ماري، وهي طفلة رضيعة لابنه الأمير إدوارد البالغ من العمر 6 سنوات. رفض الإسكتلنديون عرض الزواج هذا، فأعلن ملك إنجلترا هنري الحرب عليهم لإجبارهم على الموافقة على عرضه. رابعاً، حب قلب الأسد. انتشر اسم ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا وقائد الحملة الصليبية الثالثة في معظم أنحاء العالم خلال القرن 12، حيث عرف بالشجاعة والإقدام في وقائع عدة خلال فترة حياته، ولكن مآثره في فتح قبرص تشير إلى أنه لم يكن فقط قائدا عظيما،
وإنما رجل عزم على الاعتناء بحبه. ففي نيسان من عام 1191 كانت هناك ثلاث سفن تابعة لأسطول ريتشارد تشق مياه البحر المتوسط متجهة نحو عكا، فعصفت عاصفة قوية أدت إلى تحطمهن وإجبار طاقمها على الرسو على شاطئ قبرص. كانت السفن تحمل جوانا أخت ريتشارد والأميرة برينغاريا خطيبته، ومع نزول ركاب السفن على الشاطئ تعرضوا للاعتقال على يد حاكم قبرص المعادي لريتشارد إسحاق كومنينوس. ومع قلة الجنود المرافقين لريتشارد إلا أنه قرر الرسو على جزيرة قبرص وطلب من حاكمها تسليم أخته وخطيبته، الأمر الذي رفض من قبل إسحاق الذي اعتقد أنه قادر على إخضاع الحاكم الإنجليزي. لكن سرعان ما تم إسناد قوات ريتشارد بمزيد من القوات ليبدأ هجوما ناجحا، تقهقر أمامه الجيش القبرصي، فتمكن ريتشارد من احتلال قبرص بأكملها وحرر أخته وحبيبته. ومباشرة تزوج ريتشارد من خطيبته برينغاريا وغادر الجزيرة باسم ملك وملكة قبرص. ثالثاً، حب امرأة الجندي المخلص. يقال أن أشجع الملوك وأكثرهم قداسة غير محصن من ورطة الحب، وحسب العهد القديم حقق الملك ديفيد انتصارات جلبت له شرفا عظيما أمام الشعب، فهو الذي واجه وقتل جالوت وأعاد لشعبه الأراضي المقدسة في عام 975 قبل الميلاد. وأثناء تجول الملك في قصره لمح من سطح قصره امرأة فائقة الجمال أسرت فؤاده، فلم يستطع أن يقاوم الإغراء في مقابلتها والوقوع في حبها، رغم أنها متزوجة من أحد أخلص جنوده الذي يدعى أوريا الحيثي. والجدير بالذكر أن هذه الواقعة لم تكن عابرة، بل أصبحت هذه المرأة الجميلة حاملا بابن الملك. ومن أجل تفادي الفضيحة أرسل الملك في طلب أوريا زوجها، ووضع في يده رسالة إلى قائد الجنود يأمره فيها بوضعه في مقدمة القتال وفي أخطر مواضعه. وبالفعل حصل ذلك، وقاتل الجندي الوفي حتى لقي حتفه دون أن يعلم وهو يخوض ساعاته الأخيرة أنه ذهب ضحية معركة باسم الحب. ثانياً، حب اثنين من أبطال الروم. كانت مصر دولة قوية تحكم حضارة متقدمة في عام 47 قبل الميلاد، ولكن دخول البلاد في حرب أهلية بسبب تصارع كليوباترا وشقيقها وزوجها بطليموس الثالث عشر هدد حضارتهم المهمة. لم تكن الأمور تجري كما تشتهي كليوباترا التي تعرضت للنفي من البلاط الحاكم على يد أخيها. هذا الصراع بين الأخوين أضعف مصر، بحيث استطاع يوليوس قيصر الإمبراطور الروماني الدخول لمصر وضمها لسيطرته، فحاول كلا الأخوين الحصول على رضا القيصر للحفاظ على حكمهم. وهنا استعملت كليوباترا جمالها الساحر بأسر قلب الإمبراطور الروماني لتبدأ علاقتهم المعروفة، فقام بإسقاط حكم بطليموس الثالث عشر ووضعها حاكمة على مصر، وولدت له ابنا عرف بالقيصرون. مرت الأيام حتى عصفت المؤامرات بروما، فانتهت باغتيال القيصر وتقسيم الإمبراطورية الرومانية بين قائدين متناحرين هما جايوس أكتافيوس وماركوس أنطونيوس. وقع ماركوس بحب كليوباترا ونشأت علاقتهم العاطفية.
مع أن أنطونيوس كان متزوجا من أكتافيا أخت أكتافيوس. خاض الغريمان معركة كبيرة انتهت بهزيمة مذلة لقوات أنطونيوس، ففضل الانتحار على الوقوع في الأسر، وسرعان ما لحقت به كليوباترا كذلك. أولا، حب طروادة. قصة الحب في حرب طروادة هي من الأمثلة القليلة عن حروب تخاض من أجل قلب امرأة. حسب الميثولوجيا الإغريقية، كانت هناك امرأة تدعى هيلين تفوق كل نساء الأرض جمالا وسحرا، وكانت هيلين متزوجة من منلاوس ملك إسبارتا. عندما كان باريس وهو أمير طروادة في بعثة دبلوماسية إلى أراضي منلاوس، وقعت عينيه على هيلين وهو قلبه في غرامها، وخرج عائدا لبلده وهي ترافقه. اختلف المؤرخون في توصيف الحالة، إن هي اختطاف أو فرار رومانسي مع العشيق. ولما علم منلاوس بغياب زوجته وهروبها مع باريس، قرر الذهاب إلى طروادة لاستعادة حبيبته، ولكن ليس وحيدا بل بمرافقة جيوش جرارة، فأعلن الحرب والحصار على طروادة، وتمكن من الانتصار واقتحام المدينة وحرقها، وقتل باريس بسبب حبه.